السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد القادر فتح الله وانتم بتشوفوني على قناتي انجليزي سهل. والنهاردة هنقدم نصائح غالية جدا بالنسبة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وزي ما احنا عارفين ان احنا شغلنا السنة دي هيكون عبارة عن distant learning اللي هو التعليم عن بعد، online learning. وطبعا علشان الطلاب ان شاء الله مقدمين على مرحلة تدريبية وهيبداوا العام الدراسي ان شاء الله مع بداية شهر 10، علشان كده انا باوجز لكم 10 نصايح انا جمعتها بحرص وبعناية، من خلالها ان شاء الله هتمكن الطالب من معرفة وكشف المجهول بخصوص distant learning online learning، وخاصة برنامج تيمز اللي احنا بنتدرب عليه وبدأنا التدريب عليه، وان شاء الله يكون ليه اثر كبير جدا في اطراء العمليات التعليمية وتنشيط الطلاب. So let's get started. اهلا بكم مرة تانية يا شباب. طبعا النصيحة الاولى يا شباب اللي هنقدمها النهاردة وهي موضوع التسجيل، حفظ الباسورد وحفظ اليوزر نيم. طبعا انت هتقول لي انا اوريدي خلاص سجلت وحافظ كلمة السر ومش ناسيها وحافظها في راسي، لكن احيانا بيجي وقت ان مثلا الكمبيوتر الويندوز يسقط، وفي الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ طبعا انت هتكون ناسي كلمة السر بعد شهر مثلا من بداية الدراسة، وفي الحالة دي انت هتضطر انك تخش تعمل تاني reset password وانك تعمل تاني اعادة لكلمة السر، ومرحلة انت ممكن تكون غني عنها لو انك مثلا دونت كلمة السر بتاعتك ايه على نوتة كده وعندها في مكان محفوظ تعملها backup، بحيث انك لا قدر الله حبيت انك ترجع لها تاني هتلاقي نفسك ان شاء الله بسهولة رجعت لها وعرفت كلمة السر تاني. تمام؟ So كمان يا شباب لما بتيجي تعمل تسجيل مهم جدا النقطة دي، وهي انك تعمل save الكمبيوتر ان هو تديله امر ان هو يسجل كلمة السر ديت. يا شباب مهم جدا النقطة دي ان الكمبيوتر يساعدك في حفظ كلمة السر حتى لو انتوا كنتوا اكثر من عضو داخل الاسرة الواحدة، من خلال الكمبيوتر تقدر انك تخش على اليوزر نيم والكمبيوتر هيعملك على طول ريدايركتنج على الموقع اللي انت عاوز تخش عليه على التيمز، وهو اوفيس 365. تمام؟ سو يا شباب الكمبيوتر هيساعدك في الحفظ، وكمان والدك ووالدتك لو كان عندكم اكثر من طالب في الاسره الواحده يعملوا نوته كده ويبداوا يكتبوا اليوزر نيم بتاعه كل طالب والباسورد من اجل تسهيل عمليه الدخول لا قدر الله لو نسيت كلمه السر بعد كده. تمام يا شباب؟ النصيحه رقم 2 يا شباب وهي الاتصال من اي دي مجهول. يعني ايه اي دي مجهول؟ احيانا بتلاقي على التيمز بعض الاتصالات مجهوله المصدر، بيكون صاحبها مش معروف، الكولر بتاعها ما بيكونش قباله الرقم المدني لو هو مثلا شخص انت ما بتعرفوش، اما لو شخص انت بتعرفه هتلاقي مكتوب اسمه وممكن تلاقي مكتوب الايه الرقم المدني بتاعه. في حاله لما يكون المتصل اي دي unknown او ambiguous او حتى anonymous، في الحاله دي يا شباب يفضل انك ما تردش وتعمل له بلوك على طول. واحنا طبعا شرحنا فيديو ازاي نعمل بلوك لليوزر اللي هو الاي دي بتاعه مجهول اللي انت ما تعرفوش، من خلال البلوكين تقدر تستغني عن كل الاتصالات اللي هي مجهولة المصدر وتريح راسك وتريح بالك. سو دي بالنسبة للنصيحة رقم 2. اما بالنسبة للنصيحة رقم 3 يا شباب وهي عدم تداول البيانات الشخصية واليوزر نيمز والباسوردز على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. يعني ما ينفعش تبعتها لزميلك على الواتساب او انك تشيرها على الفيسبوك او مثلا انك تبعتها على التليجرام او باي وسيلة من الوسائل، او تبادل اليوزر نيم والباسورد مع اصدقائك وربعك. مهم جدا ان المعلومات البرايفت تظل برايفت، وطبعا احنا لازم نعلم اولادنا الكلام ده، ان ما ينفعش ان اليوزر نيم او الباسورد تبعته لاي حد من ربعك او اي حد من اخوانك او اي حد من اصدقائك باي حال من الاحوال. تمام؟ طيب بالنسبه للنصيحه رقم 4 يا شباب وهي لو انت بتدخل عن طريق الهاتف يفضل ان في حاجه اسمها شو هيستوري. شو هيستوري دي بتكون مفعله غالبا، الديفولت بتاعها بيكون مفعل، يفضل انك تعمل unactivate انك تعمل uncheck تشيل علامة الصح الموجودة او تسكر التفعيل. من اجل ايه؟ ان مثلا في محفوظات وفي بيانات محفوظة على show history، من خلال البيانات دي اي حد ممكن يدخل عليك ويشوف اذا كان فيه صور، اذا كان فيه ارقام، اذا كان فيه data، اذا كان فيه بيانات معينة حافظ البيانات دي ومتوقع ان ما بيش حد يشوفها. في الحالة دي يا شباب لما بتسكر او بتقفل الايقونة دي وتبطل التفعيل او تسكر التفعيل بتكون انت قفلت باب مهم جدا ان ما يتفتحش، او انت بس اللي تكون ايه معاك مفتاح. تمام؟ سو يا شباب بندخل على الثلاث نقاط اللي موجوده في البرنامج التيمز، وبعدها بنخش على السيتنجز اللي هي الاعدادات، وبعد كده من الاعدادات بنيجي على حاجه اسمها شو هيستوري ونقفل التفعيل بتاعها. يا شباب مهم جدا لحفظ البيانات، واذا كان فيه صور، ان كان فيه بيانات درجات ولا كده، يبقى انت كده ايه ريحت دماغك ومفيش حد هيقدر يخش عليها. تمام؟
طيب دي بالنسبة للنصيحة رقم 4. طيب بالنسبة للنصيحة رقم 5 مع بعض يا شباب، وهي بالنسبة لدارسي اللغة الإنجليزية على برنامج التيمز يفضل إن هم يدرسوا من خلال اللغة الإنجليزية. هتقول لي الفايدة إيه؟ هقول لك طبعاً إحنا عارفين إن معظم الطلاب بيدرسوا بالواجهة اللي هي باللغة العربية. طبعاً هقول لك أوكي مع المواد الأخرى تمام، لكن مع اللغة الإنجليزية يفضل إنك تدرس والواجهة بتاعتك بتكون باللغة الإنجليزية. يا ترى إيه الفايدة من كده؟ الفايدة إنك هتكتسب كلمات كتير ومعلومات كتيرة جدا باللغة الإنجليزية، هتثري البنك اللغوي عندك وهتسهل عليك بعد كده إنك تستخدم أي برنامج واجهته باللغة الإنجليزية. طبعا احنا عارفين إن كلنا بنستخدم الآيفونات بتاعتنا أو الجلاكسي أو أي تليفون سامسونج بنستخدمه غالبا بالواجهة باللغة العربية، ولكن أنت لما تيجي تتعامل مع مثلا كلمة زي settings أو team أو assignments أو حتى call أو أي حتى messages أو chats كلها احنا عارفينها باللغة الإنجليزية عادي. حاول انك تستخدم الواجهة مع برنامج التيمز باللغة الانجليزية، هتفيدك كتير، كمية كلمات كتيرة جدا انت المستفيد لو عرفتها واصبحت الكلمات دي موجودة في الذاكرة بتاعتك انت الكسبان. تمام؟ طيب احنا بنقول بس يا شباب الوصية باللغة الانجليزية فقط في مادة اللغة الانجليزية بس، حاول انك تحول من الاكاونت بتاعك اللغة من اللغة العربية للغة الانجليزية، وعرفنا السبب انها هتثري اللغة الانجليزية عندك وهتثري الكلمات اللي موجودة عندك في الذاكرة وهتكتسب كلمات كبيرة جدا وكتيرة جدا مهمة جدا انك تعرفها داخل برنامج. النصيحة رقم 6 شباب انسايت. انسايت ديت معناها لمحة او بصيرة او تبصرة من خلالها بتمكن المعلم ان هو يراقبك وان هو يتابع نشاطك داخل التيمز. يعني مثلا المعلم يعطيك واجبات، من خلال الانسايت بيقدر يشوف الواجبات، يا ترى انت دخلت عملت الواجب ولا ما عملتش الواجب. وطبعا لو جه المعلم قال لك يا احمد مثلا انت ما عملتش الواجب، هتقول له لا يا استاذ انا دخلت الساعه 10 بالليل. فيجي المعلم يعمل لك دعوه ويقول لك بص اعمل لك سكرين شيرينج، شوف انت الانسايت عندك مش مبين انك دخلت الساعه 10. اذا الانسايت ده بيكون هو المنصف بالنسبه لك وزي القاضي او الحكم بينك وبين المعلم، بيثبت نشاطك لو انت اديت النشاط، يثبت حقك في اداء الواجبات لو انت سلمت الواجبات، وكمان يثبت حقك في الدرجات لو انت بتاخد درجات عالية. تمام يا شباب؟ الانسايت ده واجهة رقابية على الكل، المعلم بيراقبه رئيس القسم، رئيس القسم بيراقبه الموجه، الموجه بيراقبه الوزير، الكل داخل برنامج ومنصة التيمز عليه عين بتشوفه وبتراقبه وبتقيمه. اذا الانسايت مهم جدا للطالب ومهم جدا للمعلم ورئيس القسم ومهم جدا للعملية التعليمية بصفة عامة. تمام يا شباب؟ طيب دي بالنسبة للنصيحة رقم 6. اما بالنسبه لي النصيحه رقم 7 شباب، وهي النصيحه 7 شباب، وهي حل الواجبات بانتظام. طبعا احنا عارفين ان احنا طبعا التجربه بتاعت الاونلاين ليرنينج تجربه جديده، بس خلي بالك بشكل فعال جدا بيتم حل الواجب على التيمز وتسليمه للمعلم، والمعلم بيصححه بطريقه جيده جدا وبطريقه دقيقه جدا وبيعطيك عليه الدرجات. ومن خلال برنامج التيمز لما المدرس يعطيك درجات بتقدر من خلال البرنامج تتعرف على الدرجات بتاعتك اول باول، ويحصل ابديت معاك بينك وبين المعلم على طول. لو انت عندك كويز تعرف درجته من خلال التيمز ومن خلال الانسايت. وكمان يا شباب لو انت مثلا عندك اساينمنت تطبيق ولا شيء، التطبيق ده انت نسيت تاديه، المدرس ممكن يبعت لك ابديت ويبعت لك رساله ويقول لك ادي الواجب يا احمد لو انت نسيت اداء الواجب. اذن يا شباب الواجبات مهمه جدا، وادائها بانتظام وانك ما تتأخرش في التسليم ده بيرفع درجاتك، بيرفع تقييمك عند المعلم، والمعلم بيقدر ان هو يقيمك ويعطيك درجات، وفي الاخر بيصب في مصلحتك انت. تمام؟ طيب دي بالنسبة للنصيحة رقم 7 شباب. اما بالنسبة للنصيحة رقم 8 شباب، وهي النصيحة رقم 8 شباب، وفي حاجة اسمها بالانجليزي plagiarism. plagiarism هي شباب الانتحال، ان مثلا المعلم اعطاك كويز والكويز ده مكون مثلا من كذا نقطة ومنها موضوع تعبير، جيت انت خدت موضوع التعبير وعملت copy and paste، انك عملت على طول نسخ في ملفك موضوع تعبير كتبه زميلك، ولاحظ المعلم ان فيه تشابه في الافكار بينك وبين موضوع زميلك. طب في الحالة دي يا شباب الموضوع مين اللي كتبه؟ الطالب الاول، واللي اخذه الطالب الثاني اللي هو انت. هيجي المعلم يقارن بين الموضوعين ويقارن بين تشابه الافكار ويعرف ان فيه انتحال، ان فيه واحد خد من واحد. ومن خلال الانسايت برضو المعلم بيقدر ان هو يصل الى ايه؟ الى الكاتب الاول اللي سلم الاول، وبعد كده بنعرف اللي سلم الموضوع بعد كده
ومن خلال التسليم الثاني بيبدا المعلم يعرف ان فيه ايه وجه صله بين الطالب الاول والطالب الثاني ويبدا يعرف الحكايه ايه. ماشي. طيب ده بالنسبه للبلاجيريزم اللي هو الانتحال. ما تحاولش تكتب باسلوب غيرك، ما تحاولش تاخد موضوعات ومجهود غيرك، حاول انك تكتب باسلوبك وحاول انك تنمي نفسك وتتعب على نفسك، وان شاء الله بعون الله الصعب في الاول بعد كده بيكون سهل. تمام يا شباب. طيب ده بالنسبه للنصيحه رقم 8. اما بالنسبه للنصيحه رقم 9 شباب، وهي احنا عارفين ان داخل منصه التيمز يا شباب الفيديو اللي شرحه المعلم بيقعد تقريبا 20 يوم داخل منصه التيمز او على الاستريم. تمام. طيب في الحاله دي انت قدامك الفرصه كامله انك تعمل داونلود للفيديو وتنزل الفيديو على الكمبيوتر بتاعك. طيب في حاله انك لا قدر الله ما نزلتش ونسيت، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ الفيديو هيروح عليك ومش هتعرف انك تحصل الفيديو تاني الا ان خدته من واحد من ايه، من ربعك او من اصدقائك. تمام. عندنا كميه كبيره جدا من الفيديوهات مع توالي الشرح من يوم لاسبوع لشهر، هتلاقي عندك كميه فيديوهات كبيره جدا. لو انت قاعد تنزل بدون ترتيب وبدون سرياله وبدون انك تعمل فولدرز للمواد بالايام والاسابيع والاشهر، الموضوع بالنسبة لك هيبقى فوضى كبيرة. فأنا أنصحك وبشدة إنك تعمل من الأول كده مادة اللغة الإنجليزية، تمام، فولدر، داخل الفولدر تعمل فولدر تاني الأسبوع الأول، وداخل الفولدر التاني اللي هو بالأسبوع تبدأ تكتب الحصة الأولى أو الأحد أو الاثنين، أو تعمل تاريخ. تنظيم الفيديوهات ده هيسهل عليك كتير جدا لما تحب ترجع لفيديو معين تسمعه أو تشاهده بخصوص اختبار جاي أو كويز الأستاذ عامله، ففي الحالة دي هتقدر توصل للفيديو بتاعك بسهولة جدا. إذن يا شباب عملية تنظيم الفيديوهات مهمة جدا بالنسبة لنا، إنك تبدأ تخصص لكل مادة فولدر، وداخل كل مادة تعمل فولدرز، كل فولدر مثلا باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر زي ما أنت تحب. تمام؟ هتسهل عليك العملية التعليمية، ولما تحب ترجع لفيديو معين هتكون أنت منظم وعارف مكانه وتقدر توصل له بسهولة. تمام. سو دي بالنسبه للفيديوهات على ستريم يا شباب. نقطه مهمه جدا وهي النقطه رقم 10 يا شباب واللي هنختم بيها، التفاعل على برنامج التيمز. هتقول لي يا استاذ التفاعل عليه درجات؟ ايوه هقول لك عليه درجات. المعلم عنده انسايت ومن خلال التقييم بيعمل جريدنج برده موجود على التيمز. مهم جدا انك تتفاعل اما برفع اليد اللي احنا عارفينها ان شاء الله وهنعرفها اثناء التمرين والتدريب ان شاء الله، كمان لما بتيجي تكتب للتشاتنج، ولما الاستاذ يسال سؤال بيتفعل الصوت وتبدا تتكلم معاه برفع اليد اولا، بعد كده تبدا انك تتكلم وتقول اجابتك. كمان بيبقى فيه شرح على السبوره البيضاء، ومن خلال السبوره البيضاء بيحصل تفاعل بينك وبين المعلم، ولما المعلم يطلبك في سؤال على طول بترفع ايدك وتبدا تشارك. طيب احيانا كتير مننا بعض الطلاب بيفتح المايك ويفتح الكاميرا وصوت البيت وصوت اخوانه وصوت اخواته وصوت ممكن والدته ووالدته يظهر في الايه في الفيديو، او حتى ممكن يطلعوا في الفيديو، فدي مشكله كبيره بالنسبه لك وبالنسبه للمعلم. حاول على طول قبل ما تدخل الحصه حاول انك تقفل الصوت وتقفل الفيديو، وبعد كده تبدا تتحكم بقى لما المعلم يطلبك تبدا تفعل الصوت. طبعا الفيديو ممنوع تماما يا شباب. تمام. طيب في نقطه ثانيه، احيانا بعضنا يبدا يفعل الحصه وينضم للحصه ويجي ينام، المعلم يسال يلا يا احمد انت فين؟ طبعا احمد نايم. في الحاله دي يا شباب المعلم بيعرف انك بس حاضر بجسمك بس مخك بعيد، او انت خلاص بدات الحصه بالفعل وانضميت، ولكن للاسف الشديد انت فين؟ انت نايم، او انت رحت مشوار او دخلت الحمام او كده. لو انت مثلا عاوز تروح الحمام ولا حاجه ارفع ايدك واستاذن وبعد كده روح وارجع، ولما ترجع قول انا رجعت انا موجود. تمام. النقطه دي مهمه جدا يا شباب، لان من خلالها المعلم بيعرف جديه الطالب في التعليم وفي الدراسه. ماشي يا شباب. النقطه دي برضو مهمه جدا في التقييم. تمام. انا هختم بحاجه عامه كده بالنسبه لي انا افضلها كمعلم، وانت ان شاء الله برضو هتفضلها كطالب، وهو انك تبدا العمليه التعليميه عن طريق الكمبيوتر او الديسكتوب او اللابتوب. هتقول لي انا هسمع الحصه عن طريق الموبايل، هقول لك اوكي لو هي دي الوسيله الوحيده اللي عندك، لكن لو انت عندك مجال انك تسمع على اللابتوب او تسمع على الكمبيوتر او الديسكتوب هيكون العمليه التعليميه لها اثر كبير جدا يا شباب. ليه؟ لان طبعا لما تشوف الشرح عن طريق شاشه كبيره غير لما تشوفه عن طريق موبايل، وحتى لا قدر الله ممكن تتفادى ان واحد ممكن يتصل عليك او مثلا تجي لك رسائل او الشيطان يغويك وتخش بقى تسمع مثلا اغنيه او تسمع فيديو او تسمع حاجه،
وفي الحاله دي انت بتعمل عمليه ايه ديفييرنج، انك بتنحرف عن الايه المسار الطبيعي اللي المدرس عاوزك تظل عليه علشان التحصيل. تمام كده احنا يا شباب خدنا 10 نصائح مهمين جدا، يا ريت يا شباب العشر نصائح دول نسمعهم ونشوفهم ونشيرهم لاصدقائنا قبل ما نبدا العمليه التعليميه ونبدا التعليم عن بعد. العشر نصائح دول يمحوا اميتك مع التعليم عن بعد ومع برنامج التيمز، ومن خلالهم بتبدا ان شاء الله تعرف وتكتشف بعض الحقائق عن برنامج التيمز اللي بيسهل عليك العمليه التعليميه بعد كده، ومن خلال هذه النصائح بتبدا تدرس وتبقى انت ماشي عارف انت ماشي في اي اتجاه وفي اي مسار، والمسائل بتكون واضحه بالنسبه لك جدا يا شباب. تمام طيب احنا كده خلصنا الحلقه بتاعتنا، لو في اي سؤال اكتبه لي في التعليقات، ولو في اي شيء انتم ما انتوش فاهمينه برضو اكتبوا لي في التعليقات، وين عجبتكم الحلقه دوسوا لايك وشيروا الحلقه وكمان فعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم الاشعارات بالشروحات والحلقات وان شاء الله التسجيلات اللي احنا هنعملها في المستقبل. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نخدم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.